مساء الخير لكل متابعي الكرة والجماهير في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. النهارده حلقتنا النهارده مميزه جدا مع نجم غالي قوي 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 على قلوب الزملكاويه. بنرحب بضيفنا الجميل الكابتن سيد مسعد، منور برنامج الكرة والجماهير يا كابتن سيد. نور احمد، منور نور. طبعا الكابتن سيد بداياته مع الزمالك واختفى فتره وحاز على اعجاب جمهور نادي الزمالك ولفت الانظار بشده، خصوصا انه انقذ نادي الزمالك في عام 2009 2010، يعني كانت خساره قريبه جدا من نادي الزمالك، ولكنه عاد، يعني بيقولوا بقى ايه، العائدون بقوه، وقدر يحقق الفوز لنادي الزمالك. وطبعا المباراه دي من المباراه الشهيره للكابتن سيد اللي جمهور الزمالك طبعا بيحبه او عرفه من خلال المباراه دي، ولا ايه يا كابتن سيد؟ يعني جزء من معرفه جمهور بيا فعلا كان الجول ده بالذات، كان في وقت قاتل زي ما حضرتك قلت. هنفكر برضو الجماهير يا كابتن سيد. يا اميره، لو الهدف معاكي، لو جاهز يا اميره يا ريت ننزل بيه. الضايع لعبه الاوفا جوه 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 جوه. يا مسعد يا ولد، يا مسعد جوه جون. ضربه راس رائعه مسعد جوه جون. ضربه راس رائعه لمسعد في يمكن الدقيقه الثالثه. مسعد يجيب الهدف الثاني لنادي الزمالك. 2-2 سيد مسعد، ضربه راس رائعه من الاوفر اللي عمله حازم امام، حطها حلوه جوه جون. 2-2 لعبت الكره على طول ثاني وفي الدقائق الحرجه من المباراه. طبعا شفنا الهدف دلوقتي الكابتن سيد مسعد، ما شاء الله قوه جسمانيه فرود. طبعا انت مين مثلك الاعلى في مصر يا كابتن سيد بالنسبه للفراوده؟ ميدو، كابتن حسام ميدو. ميدو. قعدت بقى في نادي الزمالك قد ايه الفتره اللي انت قضيتها في نادي الزمالك؟ كان موسم 2009 موسم 2009 2010. ولكن جمهور الزمالك انت بتحس بقى في الشارع، بتحس في على مواقع التواصل الاجتماعي، تحس ان لسه جمهور الزمالك متواصل مع حضرتك؟ الحمد لله الناس فاكرين دايما، ودايما لما تيجي سيره الناس بتتكلم بشكل كويس وبيفتكروا دايما يعني الحاجات اللي موجوده ليا لما كنت موجود في نادي الزمالك. انا عندي برضو في السيره الذاتيه للكابتن سيد ان انت لعبت العديد من الانديه وحتى خط تجربه الاحتراف في لبنان في اهلي صيدا ونادي اليرموك في الاردن والاهلي الاردني. هل الوضع هناك في البلاد العربيه بيختلف عن الدوري المصري؟ ام احنا الدوري بتاعنا بقى ممكن نقول احنا عدينا الناس دي بمراحل، ولا هم اللي بيتفوقوا علينا؟ لا بص، هو احنا معدين الناس دي في مستوى بصراحه، كمستوى يعني كمستوى دوري احنا عندنا اقوى بكتير كملاعب، احنا في افريقيا يعتبر من يعني اقوى دوري. اقوى دوري دي حقيقه، بس هم عندهم حته نظام شويه. النظام هي عندهم، دي العقبه اللي عندنا. عندهم بس نظام شويه في جدول بيتطبق، الجدول بيبدا وينتهي، عارف هيبدا امتى وينتهي امتى، وعندهم توقفات بتطبق في مواعيدها، مفيش تاجيلات مفيش. طب تحب تقول ايه لجمهور الزمالك اللي انت غايب عنه بقاله فتره يا كابتن سيد؟ بجد من احلى الحاجات اللي حصلت لي في حياتي جمهور الزمالك، يعني الناس اللي موجوده ومعارفاني والناس اللي بتكلمني لحد دلوقتي على تواصل معايا، انا بجد بعتز جدا بكل واحد وبعتز جدا بجمهور الزمالك كله، وان شاء الله يا رب ان شاء الله اكون موجود في نادي الزمالك واخدمه في اي شكل من الاشكال، وربنا يجمع بيهم على خير تاني ان شاء الله يا كابتن سيد. طبعا احنا النهارده عندنا في حلقتنا فقرتين، الفقره الاولى اسئله سريعه وشبه مغطيين الاحداث اللي على الساحه الرياضيه، هتبقى اسئله في عجاله يا كابتن سيد. وعندنا في الفقره الثانيه هيبقى تصريح وتعليق لبعض النجوم برضو. هنبدا فقرتنا الاولى ان شاء الله يا كابتن سيد. قبل ما نبدا عايزين نعرف الكابتن سيد موقعه فين النهارده من الرياضه في مصر. دخلت في مجال التدريب، اعتزلت حاليا. اعتزلت من سنتين. تمام. ودخلت في مجال التدريب. كويس. مجال التدريب بقى ده اول موسم لحضرتك في التدريب؟ اول موسم ليا. كان بدا بالدرجه الثالثه في فريق في الاسماعيليه. الفريق اسمه ايه بقى؟ مركز شباب بوشحاته. وماشي كويس ولا الدنيا؟ والله انا تواجدت معاهم الفتره بتاعت اول سيزون. ايوه. انا كنت مدرب عام مش مدير فني، كان معايا كابتن محمود سامنه نجم بتروجيت. تمام. هو مدير فني وانا معاه مدرب عام. احنا بدانا كستارت، كان الحمد لله ربنا موفقنا جدا، كان طفره بالنسبه للنادي ان احنا حاطينه في المركز الاول اول 4 ماتشات. تمام.
بس حصل امور كده بعيده عن الكوره شويه، حضرتك عارف طبعا ايه الحاجات اللي بتعطل. أيوة. فدي كان من ضمنها يعني حاجات اداريه وحاجات فنيه والماديات اكيد في الدرجات دي. هو الامور كان صعبه جدا، احنا عملنا معجزه بصراحه. أيوة. ان احنا كان معانا فريق ما حدش بياخد فيه فلوس اصلا. أيوة. وبنلعب فريق مثلا زي بورتو بتتكلم في ميزانية 20 مليون جنيه وانت ميزانيتك مش مكملة ربع الكلام ده. أيوه. فانت تكون راكب جدول عليهم لمدة 4-5 ماتشات، ده انجاز طبعا. فالحمد لله كان انجاز. بس انا ما اعتذرت بعد فترة يعني. بعد كل التوفيق في مشوارك التدريبي يا كابتن سيد. يا رب. اللهم أمين. نحب نسألك بقى بعد ما حضرتك يعني خطت يعني خلاص بقى سيبنا بقى موضوع اللاعب واتجهت الوقت للتدريب. ايه الصفات اللي انت شايفها يعني عشان يبقى مدرب ناجح، ايه الصفات اللي تتميز بيها كمدرب والله عموما مش الكابتن سيد؟ لا انا بتكلم يعني. عامه بصراحه يعني هو اهم حاجه في المدرب الشخصيه. تمام. لازم يكون شخصيه قياديه وصديق ومقرب جدا. طب هل التاهيل يا كابتن ولا يعتمد انه كان لاعب كره بس؟ لا 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 خالص خالص. يعني انت عارف عندنا هنا في مصر دي ازمه برضو من الازمات واحنا ان شاء الله اكيد هنناقشها بعد كده في حلقات الكره والجماهير. ان غالبا ان اللاعب بيخلص من هنا بيبدا يدرب من هنا غير ما بيحصل على الدورات التدريبيه اللي تاهله ان يقدر يخوض تدريبات. هو بص هو انا مبدئيا عشان اكون موجود في المجال الكروي كمدرب. أيوة. انا لازم اخد الدورات المؤهله الاساسيه والسي والبي والاي، لازم اعدي على المراحل دي كلها. تمام. عشان اقدر اخش اصلا في جهاز فني واشتغل. يعني انت متفق معايا ان لازم اكون مؤهل؟ لازم طبعا. طبعا مش موضوع يعني ان انا اكون لاعب مثلا فخلاص انا دلوقتي معايا عربيه هسوقها ازاي ما اعرفش اسوق. تمام. قصه التدريب بتختلف. اكيد طبعا. لا انا لاعب حاجه وانا أيوة. مدرب حاجه تانية وانا مدير كوره حاجه تانية وانا عم بتفرج في المدرج حاجه تانية. لا الامور بتخلف من كل الجوانب. اتفق فعلا معاك يا كابتن أكيد. سيد اكيد. طيب نروح برضو النهارده بقى بتكلم بقى الكابتن سيد المدرب دلوقتي. عندنا طبعا تجربتين النهارده في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك. باتريس كارتيرون في نادي الزمالك وفايلر في نادي الاهلي، انت تقييمك ايه للجهاز الفني للزمالك والجهاز الفني للنادي الاهلي؟ والله انا باتريس كارتيرون يعني انا شايف ان انا مش محتاج ان اعقب عليه، بس بعيدا عن مباراه يعني مباراه السوبر يعني بعيد عن بس يعني كابتن احمد انا دلوقتي يعني لما باجي في مكان حسبتي ايه؟ بطولات اكيد. ايه السوبر ده مش بطوله؟ طبعا وبتتحسب له في السي في بتاعه طبعا. السوبر لا ده غير الثقه كمان، الثقه اللي بتبقى بينه وبين الجمهور. الراجل برده جه الفريق كان مهزوز وضعه مش كويس فعلا. قدر ان يخلي الفريق يثبت، يجيب بطوله، يجيب الثانيه، يكسب ترجي مرتين، فده كله كلام طبعا يعني. كان انت لو مدرب محطوط تحت ضغط كده في الفتره القصيره دي اكيد حاجات كتيره تهرب منك. هو اتحط في فتره ضغط 4-5 مباريات فعلا في شهر، ثلاثه ترجي وواحده اهلي، بنتكلم ماتش وتطلع بره تسافر. تمام. وتطلع من بره من قطر على الامارات ومن الامارات. والحمد لله هو قدر يحقق زي ما بيقولوا العلامه الكامله في الكوره. يعني. وبعدين انت كمان نقص منك مثلا لعيب زي النجاز. طبعا دي مشكله. طارق حامد جه في ماتش من الماتشات كانش موجود، دي مشكله. فانت لا هو بيقدر يعمل توليفه كويسه. يعني بصراحه الموجود بيسد. الراجل ثابت بالفريق جدا واخده وماشي بعيد عن كل اللي بيحصل. والنقطه الافضل هنا برضه يا كابتن سيد واكيد حضرتك هتتفق معايا ان هو قدر يكسب يعني زي ما تقول ثقة جمهور نادي الزمالك. ودي مهمة جدا. انا لما اكون واحد من الجمهور هيهمني ايه غير ان يجي لي مدير فني يعرف يسوق الفريق صح. تمام. ويجيب لي بطولات. ايوه معلش انا دلوقتي لو انا موجود في يعني ماشي انا جمهور الزمالك صبر كتير جدا. ايوه وفضل مستني تغيير مدربين كتير، فضل استنى اجهزة فنية. فضل استنى في تغيير مدربين واجهزة. أيوة. فنية كتير. أيوة. فانا معلش انا مع كل جهاز فني بسنده. أيوة. ومستني منه بطولة. أكيد. فلما هتجي لي منه بطولة اكيد طبعا يعني لا ده جاب بطولتين بقى بطولتين ان شاء الله والثالثه تبقى افريقيا بس ربنا يسعد لازم على خير ان شاء الله. طب نروح للكابتن فايلر المدير الفني النادي الاهلي. بصراحه انا شايف ان عمل طفره النادي الاهلي السنه اللي فاتت. احنا كنا شايفين الوضع حقق العلامه الكامله برضو في مباراه الدوري. السنه دي جايب الفول مركز واحد. أيوة. بتكلم ان هو ماتشات كلها مكسب. أيوة. او تعادل واحد. تعادل واحد و16 فوز على التوالي. وكان هيكسر الرقم بتاع مانويل جوزي. وماشي كويس في افريقيا. وماشي كويس في افريقيا لحد ما مش زي وضع الاهلي في بطولة. أيوة. افريقيا. كان في بعض التعثر. في المجموعات كان في تعثر. وبنتكلم ان احنا ممكن نصعد او ما نصعدش وحسابات. أيوة كتير. هي ولكن محل. عنده انت شايف ان الاثنين بيتميزوا بالثبات الانفعالي سواء باتريس كارتيرون او فايلر في يعني. وفي حته يمكن
الاداره الفنيه يمكن المديرين الفنيين هياخدوا بالهم منها ويتفقوا عليها. أيوة. الاداره الفنيه الماتش بتاعتهم عاليه كويسه. يعني انت بتلاقي فايلر النهارده بادئ بتشكيل ما تلاقيش الشحات قاعد بره وماتش بادئ ما بتفرقش معاه نجم. انا عنده حسابات. أيوة. النهارده مين هيلعب فين وازاي. كل مباراه له ظروف، كل مباراه وليها زي ناسها زي ما بيقولوا. أيوة. نفس الكلام الناحيه الثانيه برضو. صح. طيب نروح برضو لسؤال مهم بالنسبه لاتحاد الكوره، مد تعليق نشاط كره القدم حتى نهايه مايو، انت شايف الدنيا رايحه فين؟ والله بص يعني هو الظروف اللي احنا فيها فيها اجبار انك تاخد قرار من الاثنين. تمام. يا هتلغي يا مش هتلغي، هتكمل. فاحنا يعني احنا في اي حاجه لصالح البلد اكيد البلد احنا طبعاً. عايزين احنا البلد صالح طبعاً البلد. تقوم تاني ونقف على رجلينا والناس تشوف مصالحها وشغلها. ربنا يعد رب اللي احنا فيه ده على خير، والفيروس ده ينتهي ايامه على خير. بس احنا برضو يعني احنا يعني دلوقتي الانديه مستنيه قرار اتحاد الكوره عشان تعرف تعمل ايه مع اللعيبه فعلا. فانت تاجيلك ده مش يعني انا شايف انه قرار سلبي. التاجيل قرار سلبي. يا انت يكمل. ما هو انا عمال اجل هقول هبت لحد في مايو. أيوة. يونيو يوليو. طب وبعدين اخر ده ايه؟ معلش مع احترامي اتحاد الكوره هي ورقه وقلم. انا دلوقتي انا بتكلم في مايو. طيب لو جيت لعبت الدوري في مايو لسه في الدور الاول. ايوه. هخلص دوري امتى؟ هبدا دوري جديد امتى؟ هيبقى عندك خسائر رعاة وبس بس انت بتتكلم العالم كله في نفس وضعك، كل العالم متضرر. في دوريات كتير لغت. ايوه. معلش مع احترامي للاتحاد، انت بتتكلم مثلا اتحاد اوروبي في قلب. طب هاخدك لحته ثانيه يا كابتن سيد، هي مداعبه شويه. جمهور الزمالك خلينا صراحه كده بيقول لك لا احنا عاوزين نلغي. جمهور النادي الاهلي بيقول لك لا نصبر والدوري يكمل. وجهه نظرك ايه؟ عارف انت بقى مدعبات الجمهور الاهلي والزمالك. مصالح شخصيه. يعني انت شايفها مصالح شخصيه بقى وانتماءات. انا الاهلي السادي الدوري ماشي كويس وراكب وعايز اكمل عشان فرصه ان انا اخد بطوله 42. زمالك احنا شايفين ان احنا مفيش منافسه بيننا وبين الاهلي السادي في الدوري. احنا بعيد شويه فنلغي افضل عشان كورونا وعشان البلد. لا بس احنا بنتكلم في الاول في الاخر. هو مش لا المصلحه العامه الاول. المصلحه العامه احنا بنتكلم في احنا اهم حاجه عندنا ايه؟ الصحه، ان الامور تبقى تمام. بتتكلم النهارده انت بتقول في برايتون، برايتون عندك ثلاث لعيبه اتصابوا. أيوة. البرتغال ثلاث لعيبه. بتتكلم في اسبانيا لا سلامه وامان يعني سلامه وامان اللاعب. احنا يعني مع احترامي بره طبعا الناس دي معديه في المجال الطبي طبعا بالنسبه لنا. أيوة. أيوة. احنا مش هنقدر نحصلهم، فاحنا مش قادرين نسيطر على حاجه زي كده. وانا شايف اي قرار هيخرج من رئيس الوزراء او من اتحاد الكوره احنا يعني جميع فئات الشعب هتتقبل القرار لانه للصالح العام. متكاتفين لانه للصالح العام زي ما حضرتك بتقول كده. احنا متكاتفين لانه للصالح العام. احنا يهمنا مصلحه البلد. بعيد بقى عن اهلي او زمالك. لا 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 مين خالص. بطل او انا بالنسبه بطل. لي انا بالنسبه لي مواطن مصري يهمني البلد تقوم تاني. المصلحه العامه بتاعت البلد فين؟ طب هنا نكمل، هنا نلغي خلاص. تمام. يبقى احنا مع اي حاجه تفهم. طب ناخد مداخله الاول. الو. تمام. عليكم السلام استاذ احمد. ازيك يا ابو جنى؟ ربنا يخليك يا رب. طبعا معانا بقى الزملكاوي. بمس عليك ومس على ضيفه الغالي علينا قوي الزملكاوي الكبير. اهلا بيك سيد مسعد. اهلا بيك معانا الاستاذ سيد ابو جنى زملكاوي من الصعيد. حبيبي حبيبي ايه اخبارك؟ ربنا يخليك يا رب. الزحمه اخبارك ايه؟ كلكم طيبين وحضرتك طيب؟ صحه وسلامه. تحب تقول ايه بقى للكابتن سيد اللي غايب عنكم بقاله فتره؟ بنقول له اي حد في قصه الزمالك غالي علينا في قلوبنا كلنا. ربنا يخليك ربنا يخليك. انت والله انت على راسي. شخص لعيب لعيب محترم جه النادي بهدوء وخرج من النادي بهدوء. الحمد لله الحمد لله. سعيد ان انا عملت مداخله عشان خاطر الكابتن سيد مسعد. وبعد بشكر الاستاذ احمد سعيد. ربنا يخليك. برنامجه فعلا برنامج محايد وبرنامج يعني. بس انت شايف الزملكاويه عاملين لنا قلق شويه يا ابو جنى بقالهم يومين يعني. وانت حاضر بقى الكلام وحاضر الحوارات يعني. أنا حاضر الكلام وبدافع عنك بقوه يا استاذ احمد سعيد عشان خاطر انت تستاهل اكتر من كده يعني. مش بجاملك والله. ربنا يخليك ما تحرمش منك. انت فعلا بتقدم اعلان محايد. شكرا يعني. شكرا لاتصالك يا استاذ. نرجع لكابتننا ونجم حلقتنا النهارده الكابتن سيد مسعد. بصراحه طبعا هسالك سؤال محرج شويه يا كابتن سيد. طب هل الاعلام مع ام ضد نادي الزمالك؟ ضد طبعا. قولا واحدا. قولا واحدا فعلا ضد نادي الزمالك. حتى بعد كل اسلحته. حتى النهارده بعد الزمالك بقاله منبر اعلامي بيدافع عنه.
ما احنا عشان احنا كل الاسلحه ضدنا، فاحنا طبيعي ان احنا نبني سلاحنا الخاص بينا عشان نقدر ندافع عن نفسنا. طيب ده كان قبل. طب الوقت يعني في الحاضر دلوقتي اللي احنا الوقت اللي احنا عايشين فيه، هل قناه الزمالك قدرت يبقى في توازن شويه بين الاعلام الاحمر والاعلام الناس معاهم والناس بتتفرج عليهم بيتكلموا عن ضد الزمالك بشكل مريع يعني؟ أيوه. بس دول هقول لك على حاجه كابتن سيد، هما بيبقى لهم اهداف شخصيه صدقني. ما هو يعني انا يعني انا بتكلم ان انا طالع دلوقتي الهوا ده والكاميرا دي عشان يبقى في حياديه. تمام. انا في ناس بتسمعني. أيوة. ممكن اتكلم في حاجه غلط او اتكلم في حاجه صح، انا مسموع، ممكن صح. حد يثق في رايه. أيوة. يثق في كلامي. فانا يعني انا ما هو ده برضو كنا اثرنا النقطه دي، ان الاعلام اما بيبقى موجه بيعمل اثاره وبيعمل احتقان في الشارع. أيوة بجد. ايوه فتنه يعني. فتنه بجد. اصل انا ممكن النهارده اطلع كاعلامي ادلي بتصريح يعني يبقى مصدر فتنه. مظبوط. ياخدوا الاهلي يتكلم. أيوة. طب ترد الجماهير الزملكاويه احتقان اكتر واحنا اصلا مش ناقصين. احنا بنتكلم يا جماعه ان احنا عايزين نهدد الوضع والاجواء عشان عايزين نرجع جمهور. تمام. يعني احنا مش عايزين نعلي الفولت اكتر، عايزين نهدى شويه. طبعا في الاونه الاخيره طبعا السيد المستشار مرتضى منصور في موقفين يعني نحب نسمع رايك برضو. كابتن طارق حامد كان في عقوبة عشان برنامج رامز مجنون جدا، ولا مش عارف البرنامج اسمه ايه. البرنامج الرمضاني بتاعه. رامز مجنون رسمي. رسمي. فطبعا كان المستشار طلع تصريح انه هيعاقب كابتن طارق حامد ب 500,000، وبعد احداث الحلقة طبعا المستشار رجع تاني وقال لا احنا عفونا عن طارق حامد. ايه رأي حضرتك؟ عشان شايف اللي حصل في الحلقة. ايوه. والله بص، هو يعني دي رؤية شخصية للمستشار واستقرار يعني النادي مثلا، وممكن المستشار يطلع ياخد يقول قرار في وقت ما انفعالي، بس أيوة. انا يعني المستشار طيب جدا ودايما فعلا منه حد يعني كويس. كل القريبين منه هو انسان اكتر من هو رئيس نادي يعني. هو أيوة. بيتعامل بالانسانيه اكتر. يعني انت مع القرار ان هو رفع الايقاف عن طارق طبعا يعني، او الغرامه يعني عن طارق حامد. الموضوع مش مستاهل. ممكن تكون يعني النادي منع او طارق طلع، فهي بتبقى مناقشه بينهم وبين بعضهم يعني، وفي الاخر بنوصل لحل وسط. تمام. عندنا برضو سؤال تاني، يعني هي لفتة إنسانية جميلة قوي من مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انه منح السيد الدكتور او دكتور الغلابة دكتور محمد مشالي العضوية الشرفية نادي الزمالك. تحب تعلق على الموضوع ده في ايه؟ زي ما بقول لحضرتك ان هو بيتعامل بإنسانية. هو فعلا يعني موقف طبعا يعني نبيل جدا من سيادة المستشار. تمام. ودي حاجة مش جديدة عليه يعني، في موقف كتير شايت عليه حاجات زي كده. ايوه. حد بيكلمني في الإيربيس برضو، لأن في سؤال مهم كنا لازم نسأله، هل الأهلي يفوز بالتحكيم يا كابتن سيد؟ ده أنا عايزين نعمل 100 مداخلة عشان نرد على الموضوع ده، وهتلاقي الكل بيقول لك يعني أنا عايز وجهة نظر كابتن سيد. بص كابتن أحمد، أنا يعني لما أجي أتكلم عن النادي الأهلي وأتكلم عن التحكيم، بيبقى إحنا هنا بنتكلم عن حاجة فيها مشكلة كبيرة. تمام. جميع الأندية اللي لعبت قدام الأهلي بتتظلم، وجميع الانديه اللي لعبت قدام الاهلي بيبقى في مشكله دايما في ماتشاتها مع النادي الاهلي. تمام. طب يبقى الناتج ايه؟ ان الاهلي عامل مشترك والتحكيم معاه عامل مشترك، الاثنين في نفس الجبهه والانديه في الجبهه اللي قدامها. خلي بقى حضرتك، اللي بيحصل في الدوري عندنا ما بيحصلش في اي دوري. يعني افهم من كلام الكابتن سيد ان الاهلي بيكسب بالتحكيم؟ في عندنا مشكله في الناحيه التحكيميه كبيره جدا. الاهلي بس ولا اهلي وزمالك؟ انا يعني هتكلم 70-30 70-30 ومش عن عمد. وايه؟ مش عن عمد في مش الزمالك. مش عن عمد. انا بتكلم، لا معلش، في الزمالك بالذات مش عن عمد. الناس بتجيب مواقف في ماتشات ده الزمالك يعني. طيب. انا مش هنسى ماتش المقصه، ولما اللعيب شال الكوره بايده ضيع دوري. تمام. طب احنا كنا فين؟ طب هل الزمالك ما بيستفادش من التحكيم؟ لا خالص. هي طبعا اميره معاها حالات تحكيميه، بس احنا طبعا عشان مجال حلقتنا النهارده طبعا احنا روح الرياضيه ونبذ التعصب، فما ينفعش ان احنا نجيب حاجات زي دي ونجيب اخطاء للتحكيم سواء مع او ضد. تمام. عشان ما نسيرش الازمات زي ما احنا بنتكلم. انما انت شايف يعني راي حضرتك ان الاهلي بيستفاد من التحكيم. في مشكله كبيره جدا في الناحيه دي. في مشكله كبيره جدا. تمام. واحنا نحترم رايك يا كابتن سيد، لان في شفافيه او وجهات نظر او قناعات شخصيه، وخصوصا أكيد. انت مثلا من الناس اللي لعبوا نادي الزمالك، فاكيد ممكن تكون حاسس. انا مش بتكلم من منطلق ان انا لعبت الزمالك، ممكن بتكلم من منطلق ان انا راجل بتفرج على دوري. تمام. كمشجع، كلمني كمشجع مش كلاعب كوره لاعب نادي ما. أيوه. كلمني كمشجع، انا بتفرج على ماتشات الاهلي وبتفرج على ماتشات الدوري كله.
تمام. اللي بيحصل في ماتشات الاهلي بالذات من تحكيم بتبقى مهازل، وفي هجوم رهيب على لجنه التحكيم. تمام، في هجوم رهيب واحنا متفقين على هذا. طيب بعد الفار، وطبعا اتحاد الكوره خلاص كل المباريات اللي هي ان شاء الله بعد عوده الدوري سواء الموسم ده او الموسم القادم كل المباريات هتبقى بالفار، هل الفار ده يقدر يحد من المشاكل او ازمات التحكيم في الدوري المصري؟ والله انا هستعين بمقوله هاني سعيد، الفار هينجح في العالم كله اللي عندنا هيفشل في مصر. ايه؟ هينجح في العالم كله الا مصر. ليه هيفشل بقى؟ ليه ليه؟ هيبقى في توجيهات برضه؟ مش توجيهات، بس انا صاحب القرار. بس صدقني هتبقى صعبه شويه يا كابتن سيد، يعني مثلا احنا ممكن واحنا بنتفرج على مباراه ممكن بنعذر الحكم مثلا، بنقول احنا بنلتمس له العذر لانه بياخد جزء من الثانيه. طب ماتش بيراميدز والاهلي لما حصل حاجه زي كده والجون اتحسب، طب كان فين العذر؟ إيه انت تقصد مباراه الاهلي وسموحه بيراميدز؟ الاهلي وبيراميدز السنه دي كان الفار، الفار كان فيها موجود. تمام. حصل الجون التعادل او الجون التقدم مش فاكر انهي فيهم. ايوه حصل فيه مشكله والفار ولجأنا للفار، وفي الاخر يعني العالم كله كان مجمع ان هي ما تحسبش جون. ايوه والحكم حسبها جون. يعني الفار بتاعنا برضو لسه عنده ازمات. باي شويه عايز جميل يا كابتن سيد والله. طيب نروح برضو لنادي الزمالك، مع ام ضد رحيل حارس المرمى محمد عواد، خصوصا بعد تألق ابو جبل، أبو جبل. وبقى الحارس الاساسي لنادي الزمالك. والله انا معايا طبعا، لان حضرتك تقول ابو جبل تألق وبقى حارس الاساسي لنادي الزمالك فعلا بعد ما كان رقم 3 في عوده جنش. اه طبعا الحارس الاول لنادي الزمالك فعلا. اه هيبقى في منافسه جامده قوي. فعندنا جنش وابو جبل وعواد وصبحي حارس المنتخب الاولمبي، اربعه جامدين جدا. احنا بنتكلم في منافسه شرسه ورهيبه يعني. انا لما كنت موجود كان معايا كابتن عبد المنصف وكابتن عبد الواحد. احنا برضو كان عماد السيد وعماد السيد. كان منافسه شرسه، ما بالك بقى اربع حراس بالتقل ده، اي حد فيهم قادر انه يحمي عرين نادي الزمالك. عواد لو بيدور على ثبات مستوى وبيدور على منتخب لازم يطلع يعاره مثلا، يفكر في الرحيل حتى لو على لو سبيل الإعارة. تاني لو حتى بره زي ما طلع السعوديه وتألق ورجع وراح منتخب مصر من هناك. تمام. احنا بنتكلم في ان احنا دلوقتي انا لعيب بلعب مستوى كويس بالذات الحراس، لان الحارس مثلا ما مش بيقعد ماتش ويلعب ماتش. لا هو ثبات الحارس افضل يعني. الحارس انت كمدرب بتثبت الحارس بتاعك. أيوة افضل. بتغيره في حاله ايه؟ في حاله انه حصل تلات اصابات او اصابه أو, او 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 لكن ان انا كل ماتش بلعب بحارس شكل بتبقى مشكله، فالحارس هيقعد فتره كبيره فعلا. فلازم يطلع بره، يطلع لان انت عندك البديل الكفء. او ما احنا عندنا أيوة بديل عندك نفس. انت لو بتدور على منتخب وبتدور على ثبات المستوى افتح لازم المجال للاعيبه. لازم لازم يبقى فيه مرونه. طيب برضو لسه برضو مستمرين مع نادي الزمالك. طب ناخد المداخله الاول. كابتن اكرامي لاعب نادي غزل المحله ومنتخب مصر، مساء الخير يا كابتن. نادي غزل المحله ومنتخب مصر، مساء الخير يا كابتن. كابتن اكرامي الو. مساء الخير يا كابتن اكرامي. مساء الخير، معاك برنامج الكوره والجماهير. اهلا بيك، ازاي صحتك وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. معانا كابتن سيد مسعد نجم نادي الزمالك. حبيبي حبيبي يا كابتن سيد، ازاي صحتك؟ كابتن اكرامي ازيك يا حبيبي، مسا عليك. كابتن اكرامي بقى كان من الفراوده، اتنين فراوده مع بعض بقى، يعني حاجه كان حاجه من الزمن الجميل يعني. الناس المحترمه كنت حابب تتفرج عليها دايما. حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يكرمك. وكل سنه وانتم طيبين. مبسوط ان انا سمعت صوتكم وسلام للكابتن سيد. كابتن اكرامي كنت احب اسالك سؤال مهم بيشغل الراي العام المحلاوي الان. ايه رايك في تصريحات الكابتن اسامه نبيه نجم نادي الزمالك ومدرب المنتخب الاسبق؟ والله انا من وجهه نظري باصص للتصريحات غير الناس كلها شويه. ايوه. بحكم ايه؟ بحكم اللي انا كنت في الملعب وكابتن فريق غزل المحله في التوقيت ده. تمام. اولا انا شفت التصريحات بتاعه الكابتن اسامه، وبقول لك انا لما سمعت التصريحات اتصدمت اكيد زي غيري ما اتصدم من الكلام ده، لكن انا اؤكد لك اللي الكلام لما بقارنه بالواقع اللي احنا كنا فيه والمباراه اللي احنا كنا فيها، لا الموضوع ده ما حصلش خالص، لان اسامه اصلا ما ضيعش الفرص الكتير اللي هو قالها. انا اعتقد وجهه نظري اللي اسامه كان عاوز يعني هو خانوا التعبير شويه او زود الكلام شويه. انا اتفق معاك يا كابتن اكرامي، هو خانوا التعبير، هو مثلا هو عاوز يثبت ولاءه لنادي الزمالك ولكن خانوا التعبير. بالظبط
بالظبط كده. انا ده وجهه نظري. اسامه من الشخصيات المحترمه جدا ومن الناس المحترمه والمتربيه كويس، هو خانه التعبير، لكن انا كنت في الملعب في التوقيت ده، اسامه اصلا ما جالوش فرص الكتير اللي تخليه يعني يضيع زي ما هو بيقول، حتى يعني معلش مع احترامي ليك، اسامه نزل في الشوط الثاني. ايوه يعني اسامه نزل في نهايه الشوط الثاني كمان، فاسامه لعب كورتين على المرمى منهم واحده كانت جانبيه جنب السته يارده ولعبها، ولو انا مكانه كنت العبها كده وطلعها عبد المنصف، وكل الكور اللي جات له كلها بره ال 18 واستلام مقطوع والكلام ده، فكان الامور كانت طبيعيه جدا، وما فيش اصلا انا من وجهه نظري هو خانه التعبير في الكلام، لكن ما اعتقدش لاسامه يعني هيكون مثلا يبقى متواطئ او الكلام ده كله، لا ده هو خانه التعبير وللاسف الموضوع اتقلب عليه، يعني هو خد يعتبر خد حسابه من خلال الهجوم العنيف اللي جماهير المحله عملته عليه وبعض جماهير الزمالك، انت فاهم ازاي؟ هو خسر الاثنين يا كابتن اكرام، اكيد يعني اكيد اكيد هو يعني اساء التعبير فخسر الاثنين زي ما حضرتك بتقول. أيوه. بس انا وجهه نظري دي زله لسان، انا وجهه نظري اللي هو ما قدرش يعبر كويس عن اللي جواه، انا كنت في الملعب وما فيش الكلام ده اصلا حصل، يعني ما فيش الفرص السهله او الفرص الواضحه اللي اسامه ممكن يعني يتقاعس فيها، لا ما كانش في الكلام ده، بس هو خانه التعبير في الكلام. طبعا في ناس من المحله من جمهور المحله ازاي كابتن الفرقه ما يهاجمش زينا ما يهاجمش اسامه، لكن انا عاوز اوصل لهم رساله برضك، يعني احنا في شهر كريم، اسامه لو اخطا بالكلام وزلت اللسان دي، ولازم برضك نسامحه في الشهر الكريم ده، لكن اسامه قدم عليه في الفتره اللي احنا كنا اللي هو كان فيها معانا، وصراحه كان من الناس المحترمه جدا، الشخصيه اللي هي صراحه متربيه وابن ناس، لكن هو خانه التعبير في الكلام، واي حد هيسمع الكلام ده من اي حد صراحه هيبقى هيزعل، يعني انا زعلت عليه. انا وجهه نظري يا كابتن اكرامي ان حضرتك طبعا كنت زميل ملعب وكنت بتقود نادي المحله لسنوات عديده، وفي المباراه دي حضرتك كنت متواجد مع الكابتن اسامه نبيه، وخصوصا انت بتحكي انه نزل في الشوط الثاني وجات له فرصتين، فابلغ حد وشهد شاهد من اهلها، يعني حضرتك كنت مزامل الكابتن اسامه نبيه في الملعب في المباراه دي. بص حضرتك انا يعني المباراه بدات الزمالك جاب جون بدري. أيوة. تمام، وانا كمان انا كابتن الفرقه في المباراه دي، تاني حاجه انا جبت جون التعادل، انا اللي جايب جون التعادل ده. أيوة. النتيجه 1-1. أيوة. فاكتر واحد المفروض يبقى زعلان انا ليه؟ لان احنا في التوقيت ده لو احنا تعادلنا مع الزمالك احنا اللي وصلنا النهائي، وكنا تمام. فرقه في التوقيت ده كويسه جدا، يعني بالتالي لو احنا خدنا كاس مصر انا اللي هشيل كاس مصر، فبالتالي اكتر واحد في الملعب يزعل المفروض انا، لان انا اللي جبت جون التعادل، تاني شيء المفروض لو على كلامه، لكن تمام. الامور كان على ارض الواقع الصراحه غير كده، انا بكلمك بمنتهى الامانه فعلا. انا ولا ضد اسامه ولا معاه، كان بكلم كلمه للحق، يعني اسامه ما جاتلوش اصلا الا كوره لعبها بشماله وعبد المنصف صدها اللي هي من جنب السته يارده، الكوره الثانيه تقريبا كانت بره عند نقطه البلانت، حتى انا اللي مصلحها له وشاطها طلعت فوق المرمى. أيوه. كل الكور الباقيه كانت كور عاديه جدا عاديه، زي ما وسيد اكيد عارف الكلام ده كله في المباريات الحساسه اللي زي دي بتيجي انت غصب. أيوه. عنك احنا ضغطنا الزمالك شويه في اخر خمس دقائق، ففي ضغط عصبي، ولعيبه الزمالك كانت مركزه جدا، فمعظم الكور اللي كانت بتوصل لنا في الاخر كانت معظمها كانت مقطوعه. أيوه. لكن انا وجهه نظري انا ما شفتش اسامه تقاعس اصلا في الملعب، ولو تقاعس صدقني انا هطلع اهاجمه اول واحد. هم المحلاويه ما بيخافوش من حد يا كابتن اكرام، انا عارف. لا خالص، انا بكلمك بمنتهى الامانه فعلا، بس دي كلمه للشهاده قدام ربنا فعلا. لو اسامه كان تقاعس في الملعب اللي انا شفته في الملعب، انا سمعت الحديث. أيوه. فاتصدمت، فانا قعدت افكر في الحديث شويه، قال له هو الكلام ده اصلا ما حصلش، انا بقول لنفسي الكلام ده ما حصلش في الملعب يا اسامه، طب انت بتقول لي كده. أيوه. هو ممكن حب يتودد شويه لنادي الزمالك، ممكن حب يعني خانوا التعبير شويه، ممكن. بس للاسف جه على حساب نادي غزل المحله. انت عارف بقى كابتن اكرام ان كله بيتودد للمستشار والقناه نادي الزمالك، وكله عايز ياكل من التورته يعني زي ما بنقول يعني. بص حضرتك انا ماليش، انا بعيد عن الامور دي خالص، انا بتكلم بما يرضي الله. اولا في حاجه تانية خالص نبعد عن الموضوع ده، لما حصل ما قللش من قيمه نادي غزل المحله في حاجه خالص. طبعا لا ما يقللش نادي غزل المحله الكبير، الكيان الكبير ثابت.
امتى بقى؟ طب هاخدك بقى الحته ثانيه يا كابتن اكرامي، نادي غزل المحله موقفه ايه دلوقتي بعد ما اعلن صعوده للممتاز؟ هو قرار ما نزلش رسمي. لا يعني هل في حاله الالغاء كده المحله يفضل في الممتاز به؟ هم في حاله الالغاء لسه الاتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه ما نعرفش ايه اللي هيتم في حاله الالغاء، هل الموسم ينتهي ويعني وكانه لم يكن ولا هيصعد الاوائل من المجاميع؟ لسه ما نعرفش الشروط ايه والنظام ايه اللي هيمشي الفتره الجايه. انما في حاله استكمال الدوري والدوري يرجع لطبيعته، نادي المحله راجع للممتاز ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن اكرامي، وسعداء جدا بمداخله حضرتك يا كابتن. الله يخليك، انا اسعد، ربنا يبارك فيك يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب ان شاء الله يبقى ضيفنا قريب يا اميره ان شاء الله. نرجع لكابتننا الجميل الكابتن سيد مسعد. كنا بنتكلم عن نادي الزمالك. راي حضرتك في ترشيح الكابتن عزمي مجاهد لرئاسه نادي الزمالك؟ والله كابتن عزمي طبعا اسم كبير، تمام، بعيد عن ان احنا ننتقده او نتكلم عنه، بس انا شايف ان الشرم مختار منصور اخذ نادي الزمالك لحته بعيد جدا وعمل طفره كبيره جدا 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 في النادي. طفره ولا اروع على المستوى الاداري والمستوى الانشاءات ومستوى الفريق الاول وجميع الالعاب، جميع ما يخص النادي فعلا، دي جميع حقيقة. الجوانب اللي تخص النادي الشرم مختار منصور عامل بصراحه طفره واختلاف شامل. تمام. انا لو هرشح نفسي لانتخابات نادي الزمالك لازم اكون حاطط لنفسي برنامج وشايف نفسي مؤهل ان انا ابعد اكتر من المنافس او الرئيس الحالي اللي عامله. انا هاخدك لنقطه، طالما حضرتك فتحت الموضوع ده، اي حد من حقه يترشح طبعا طبعا، ده حق طبعاً. يعني يكفله القانون. زي ما بس انا بترشح لمجرد ترشح ولا بترشح لافاده الكيان؟ ايوه تمام، هي دي النقطه. تمام. معلش، انا ممكن اعدي اترشح، انا معدي، انا عضو في المجلس في النادي وعايز اترشح، حقك، مش محدش هيقول لك. أيوة. محدش هيقول لك ما ترشحش، ولكن بس احنا برضه لا نخفل دور السيد المستشار مرتضى منصور. محدش يقدر معلش، مع احترام لاي رئيس نادي او اي حد بيفكر انه يترشح، هي ورقه وقلم حسبه. تمام. انت كان قبلك ايه وفي عهدك ايه ووعدك هيبقى ايه؟ تمام. طب نقدر نقول ان المستشار درع وسيف نادي الزمالك في الفتره الحاليه؟ اه طبعا، درع وسيف نادي الزمالك. وبقولها وهكررها، احنا قبل السيد المستشار مرتضى منصور ايوه كنا في وضع وبعده في وضع تاني، بالذات في الجزء الاعلامي لنادي الزمالك. احنا النادي، انا النادي كان مفتوح باب، انا ايام ما كنت موجود كان في 100 صحفي جوه النادي ومذيع والناس بتتكلم. انت لما تدخل نادي الزمالك دلوقتي في نظام، في نظام، مين داخل ومين طالع، وما حدش يصرح وما حدش يقدر يتكلم، ولازم ترجع الاول للاداره، لازم ترجع للمستشار، والامور كلها بتبقى عن طريق نصاب. انا اضيف لحضرتك حاجه عجبتني برضو في نادي الزمالك المستشار عملها في احد المرات، يعني القليله اللي انا رحت فيها نادي الزمالك، يعني انه عامل قرار ان ممنوع لاعب او اداري او جهاز فني يرتدي اللي هو الشورت يمشي بيه في النادي. اه يعني ومنع التدخين بالنسبه للحريم، التدخين داخل النادي. احنا بنتكلم يعني دي من القرارات الحاسمه. التزام. يعني هو يعني الراجل بصراحه تمام، ملموس، اللي عمله ملموس. ايوه، ومرئي من كل الناس، انت شايف. والترشيح اي حد يترشح، مفيش مشكله، بيعرض نفسه للجمعيه العموميه وهي تختار. كابتن عزمي طبعا اسم كبير، اسم كبير في نادي الزمالك، وفي الشق الاداري احنا نقدر نتكلم. تمام. من زمان في الشق الاداري صح، كاتحاد وكذا كذا، لكن احنا بنتكلم ان حضرتك داخل تفيد الكيان، لازم نحط سيستم، وحاطط في تفكيري ان انا عايز افيد الكيان، يبقى انا لو شايف ان انا هعمل اكتر او هعمل زي ما بتعمل، تمام، مش هقدر اعمل كده خلاص. اخدك بقى النادي الاهلي، ايه رايك؟ نروح للنادي الاهلي، ماشي. النادي الاهلي يحصل على المركز الاول، شعار النادي الاهلي في مسابقه استفتاء صحيفه ماركا الاسبانيه بين 50 نادي، وحصول النادي الاهلي ب 3 مليون صوت وحصوله على المركز الاول، ايه رايك يا كابتن سيد؟ والله احنا يعني النادي الاهلي نادي اسم كبير طبعا، تمام، ما نقدرش ننكر حاجه زي كده محليا وافريقيا ودوليا، تمام، بس نقطة الاستفتاءات دي احنا يعني بيبقى فيها يعني فيها مجاملات شويه او عدم، احنا محمد صلاح بيطلع في الاستفتاءات دايما الاول. ايوه، عشان احنا 100 مليون مصري.
عددنا اكتر طبعا، بنحب الكيان وبنحب محمد صلاح، فكلنا بنسبورت محمد صلاح وبنسنده. تمام. فبالاستفتاء والتصويت يعني فتح باب التصويت. تمام. دي مدعبة بس يا كابتن سيد عشان نفك الحلقة شوية. لا لا, لا, لا احنا احنا ما احنا ما نقدرش ننكر طبعا يعني كيان النادي الاهلي. أيوه. مهما كان وجه المنافسة بيننا وبينهم احنا. أيوه. نادي الزمالك هم نادي الاهلي، بنشرف مصر وبن قطب الرياضة المصرية بس. يعني احنا وافريقيا ابيت اهلي مصرية وافريقية، معلش مع احترامي للاندية الافريقية كلها. صح. احنا بداية الكورة ومعرفة افريقيا بالكورة، بس احنا لازم عندنا عايزين بس الثقافة تتغير بس يا كابتن سيد. يعني هي هو معذور الاهلي هيفضل اهلي، الزمالك هيفضل زمالك، الالتراس والجماعات اللي هي كانت بتطلع في المدرج والدخلات، هو بدأ هنا التعصب. كان في طبعا مش تعصب، مش هقدر، كان في محاذاه لفريقك انت بتشجع فريقك. احب فريقك وشجع، انا بحب فريقي وبشجعه. ممكن يبقى في تعصب بس مش بالتعصب، مش بالشكل اللي احنا كنا شايفينه، والناس تموت وناس يحصل وناس، دي حاجه طبعا ضد. لا لا دي مش في الرياضه، احنا ضد الرياضه، حاجات ضد الرياضه. احنا يعني احنا ضد كده، احنا كلاعيبه كوره ضد كده نحصل حاجه زي كده. حتى لو احنا انتوا لعيبه كوره اصحاب كلكم يا كابتن سيد. معلش انا 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 مع احترامي طبعا للجمهور والناس، انا لما بكون في الملعب انا بنافسك، انت لو بتلعب في اهلي وانا في الزمالك انا بنفسك وبنفسك بشرف وبنفسك بحياديه، بس بطلع بره الملعب ممكن انا وانت نخرج مع بعض. طبعا. ممكن انا وانت بقى مع بعض، ممكن نكون ساكنين في بيت واحد. مظبوط. صح. زي صالح وعبد الله، وعبد الله اخوات. صح. وطلعوا مع بعض يعني، ما هم هيتخانقوا في الملعب بره الملعب؟ لا طبعا لا. لا في الملعب في منافسه، الجمهور يفهم كده يا كابتن سيد. منافسه شريفه. احنا يا ريت بقى النجوم ده اللي احنا بننده بيه من زمان. فعلا بجد والله. يعني انا عايز افهم حضرتك حاجه، ان الكلام ده مش من وليد اليوم. لا ده من زمان، بس وجود عناصر السن الصغير في 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 المدرج وفي الجماهير برضو يعني ايه، بعدت حته الحنكه. أيوة. التعامل بقى دلوقتي، واحد يخش يكتب بوست، فواحد يخش يرد عليه بوست، فواحد يخش يعمل سبورت للبوست الاولاني، حاجه صعبه بجد، وكومنت. أيوة. ونشد في الكلام، فبتحصل مشاكل كتير. أوه. بسبب ان برضو ناخد مداخله الاول. التعامل. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مع حضرتك محمود ابو اليزيد من اسكندريه يا فندم. طب الصوت واطي شويه يا استاذ محمود. تمام، سامعني كده يا فندم؟ اتفضل يا استاذ محمود. حضرتك انا محمود ابو اليزيد من اسكندريه. اهلا وسهلا. اتحادات، وطبعا بحب الاهلي والزمالك لما بيلعبوا في افريقيا وايه الدور، وكنت حابب اشارك معاكم بس اقول لحضرتك ان النادي الاهلي نادي كبير ونادي الزمالك نادي كبير، ولو في اي تعصب بيحصل فللاسف احنا اللي بنعمله التعصب ده. يعني احنا اللي بنعمله التعصب دوت وبالذات السوشيال ميديا. فعلا. ان واحد يخش يعمل بوست لشيكابالا، يخش بتوع الاهلي يقلصوا عليه، بتوع الاهلي يعملوا بوست، بتوع الزمالك يعملوا بوست لابو تريكا، او اي عامل من عامات الاهلي يخشوا يعني يقلصوا عليه برضه. حته برضه ان الاهلي بيكسب الحكام او الزمالك بيكسب الحكام ما بقتش ظريفه، مع احترام الكابتن سيد يعني. يعني مثلا انا اتحاديه والله، يعني ماليش في الاهلي قوي، بس بقول كلمه الاتحاد يا استاذ محمود. الاتحاد سيدي البلد طبعا يا فندم، سيدي البلد واسكندريه ماريه وطرابة زعفران وانت احسن مذيع. جمهور الاتحاد ده جمهور جميل على فكره. ربنا يخليك. فانا بقولش اتحقق، بس ان الاهلي ده انا يعني الاهلي واخد 8 افريقيا، الزمالك برده واخد 5 افريقيا، فدول انديه كبيره. حته ان الحكم يجي على ده او يجي على ده، الحكم في الاول وفي الاخر بشر، بدليل ان احنا شفنا في افريقيا نفسها حكام بتحكم لفرق لا تذكر قدام الاهلي والزمالك. صح. يعني ملهاش تاريخ، وتغلب الاهلي وتغلب الزمالك. انا بشكرك لكن جدا يا استاذ محمود على روحك الجميله، ودي الروح اللي احنا عاوزين نشوفها بقى كابتن سيد في جمهور أنا مصر. انا مع كلام اهلي طبعا، زمالك يعني الاتحاد المصري الاسماعيلي، الانديه الشعبيه الجميله دي الروح اللي احنا نتمنى ان احنا نكمل عليها لما يرجع الدوري ان شاء الله. طبعا يمكن فتره الدوري دي، واكيد فتره كورونا دي احنا استفدنا منها حاجات كتير. يعني اديك شايف حضرتك يعني حاجه مش ملموسه ومش متشافه خالص. ثانيه الا ثانيه ممكن قفل العالم كله، مشكله كبيره تحصل في العالم كله، احنا ما كناش نتوقع حاجه زي دي طبعا. يعني ربنا رب يعدي الانديه على خير. أمين ان شاء الله يا رب. نروح بقى نادي الزمالك، وتعرف يعني الكلام عن نادي الزمالك ما بيخلص. نقعد نتكلم ما فيش حاجه. إيه عندك كابتن محمد عنتر، هل ترحب انتقاله لنادي الاتحاد السكندري؟ جدا لازم. محمد عنتر ان هو متجمد خارج خارج نطاق الخدمه مع مدير الفني، مش في حزبه كارتيرون فعلا. طب انا محمد عنتر دلوقتي اللي جيت من اسيوطي ب 11 طب هو يرحل ولا أطلع. ولا اعاره لازم اطلع. لا سبيل الاعاره انا شايف انه يطلع سبيل الاعاره، يطلع يستفيد من اي هو عرض يستفاد جايله. والنادي يستفاد مش ماديا والله. انا فاهم مبدئيا احنا بنتكلم في الاستفاده المشاركه
فعلا فنيه. دي انا لازم اطلع عشان احافظ. معلش انا كنت من سنتين اهم لاعب في الملعب. ايوه دلوقتي انا مش موجود حتى في السكواد باي شكل. لا لازم يلعب لاعب الكوره. لازم يلعب. الاستمراريه هي اللي بتحافظ على مستواك وبتزوده. صح. بعدك عن الملعب بيقلل مستواك فبالتالي خلاص. وخصوصا انه ممكن يروح نادي كويس جماهيري برضو يعني الاتحاد السكندري نادي كبير طبعا يعني كان مشارك السنه دي في البطوله العربيه زي ما شفنا وعامل نتائج كويسه جدا. وبقى سيد البلد جماهير سيد البلد دي حاجه ولا اروع يعني زعيم الصغر. طبعا. طيب كريم بامبو تؤيد رحيله لنادي الاسماعيلي خصوصا انه اجاد مع نادي الاسماعيلي؟ والله هو لو في مجال ان هو يطلع نادي اسماعيلي تاني يعني هيستفيد جدا ان هو يطلع. بس هو موجود في الحسابات بس هي بتوقف عليه هو لما ينزل الملعب. ايوه هو لما يكون موجود ويشارك يعني ان هو في حسابات كارترون. في فعلا عرض بالفعل من نادي الاسماعيلي. هو ان هو يكون موجود في حسابات كارترون دي لوحدها يعني نقطه كويسه جدا. ايوه بس دي لازم ازودها. انا النهارده موجود كبديل لازم موجود كاساسي. طيب نروح برضو اللاعب مثير للجدل كابتن احمد توفيق نجم نادي الزمالك بيلعب في نادي بيراميدز. من حس بقى الكابتن سيد الرياضي او حسك بقى كمدرب هل الزمالك في احتياج احمد توفيق في الفتره الحاليه؟ والله خصوصا بعد خروج النجاز احمد مفيش في الحته دي غير حازم. ما هو احنا ما لسه حضرتك احمد توفيق لعيب كبير جدا خامة كويسه جدا. اي مدير فني يحتاج ان هو ايه يكون موجود مع حد زي احمد توفيق. بس انا احنا بنتكلم عن احمد توفيق الباك رايت ولا احمد توفيق نص ملعب؟ هنا الاختلاف. انا ككارترون لو موجود انا محتاج توفيق فين؟ هو ده اللي هيحدده اذا كان هو اللي يحدد او لا. معلش احمد توفيق نص ملعب انا مش شايف ان الزمالك في احتمال مش محتاج. لان انت عندك اثنين زي ساسي وطارق وعبد العزيز ومحمد عبد العزيز. ايوه اربعه يعني ما شاء الله حدث ولا حرج. فعلا انت عندك محمد حسن مستني نص فرصه فعلا واثنين في الملعب زي طارق ومحمود عبد العزيز خلاص رجع من الاصابه. محمود عبد العزيز يعني بيأهل حاليا وراجع من الاصابه بقوه وكان موجود في منتخب مصر. لعيب كويس طبعا كويس جدا لعيب كويس جدا والراجل كان موجود يعني من الديفندرات القليلين جدا اللي لما بيشاركوا بيهدفوا. أيوه. ما تلاقيش ديفندر بيطلع يشارك ويكمل في 18 ويخش يهدف بيلعب كره هجوميه. في ميزه يعني في ميزه مش موجوده في يعني طارق حامد ابتدى يطلع في السنين الاخيره ويشوط. الميزه مش موجوده. يعني انت شايف حضرتك ان هو لو هيفكر في باك يمين مفيش مشكله خصوصاً ان غير لاعب واحد احنا ما عندناش وقت غير حازم والناشئ احمد صبحي. أيوه. احنا بنتكلم ان النجاز موجود ولا مش موجود. هي نقطه الفصل. تمام ان هيشوف برضو القرار في الاول في اخر راجل كارترون. انا شايف ان احنا غطينا كل الاسئله على في الوسط الرياضه كابتن سيد مع حضرتك. دي كانت فقرتنا الاولى وبرضو انا لان الحديث معاك شيق مش هنخرج لفاصل على فكره وناخد الفقره الثانيه برضو على طول مش هنخرج لفاصل. الفقره الثانيه اللي هي تصريح وتعليق. احنا طبعا خدنا تصريح من الكابتن اكرام عبد العزيز بخصوص الكابتن اسامه خلاص. اسمعه من حضرتك برضو يا كابتن. انت شايف تصريح كابتن اسامه نبيه هل فعلا زي ما كابتن اكرامي قال زلت لسان؟ انا كابتن اسامه عارفه على مستوى الشخصي حتى يعني لا هو حد محترم حد جدا جميل جدا هو زملكاوي هو زملكاوي بطريقه رهيبه. هو حدث ولا حرك عن زملكاوي هو زي ما الكابتن اكرامي قال هي زلت لسان يعني. هي هو ممكن تعبير خانه يعني انا خان التعبير انا عايز ما صوتش بيه هنا نادي المحل على فكره. انا معلش يعني انا لما يعني هنمشي ورا كلام الكابتن اسامه انا في الملعب ايوه قدام لعيب كوره قدام فرصه ان اهدف هقف أيوه. قدام الجمهور والتلفزيون والناس كلها هقول لعيب طلعها. طب ما لا 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 دي مش من عاده اللاعب المصري. مفيش لعيب في الدنيا كلها ده اكل عيش وده شغلي انا مهما كان الانتماء ايه بس ده انا بنتمي اكل عيشك المكان ده لان ده اكل عيشي. وخصوصا ان جمهور نادي المحله ده مش جمهور مثلا عادي. جمهور رهيب يعني. طبعا جمهور رهيب بيعشق حاجه اسمها كره القدم بجد يعني هم ورا الغزل وباديه اي شكل من الاشكال واي نادي بيطلع من المحله هم وراهم سندينه فعلا. لا لا ان شاء الله يبقى عودتهم للممتاز السنه. نتمنى ان شاء الله نروح بقى لتصريح مثير للجدل وأزمات نادي الزمالك اللي مش عاوزة تخلص يعني. كابتن أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة نادي الزمالك قال تصريح غريب شوية. خسرت انتخابات الزمالك أمام المستشار مرتضى منصور بالتزوير سقطني وكسب هو. ما تعليقك؟ أنا بصراحة مش لاقي تعليق عن خبر زي ده لأن أحمد كابتن أحمد سليمان طبعا يعني قامة كبيرة جدا. تمام. وراجل دولة. فعلا يعني ما أعتقدش إن هو هيشكك في حاجة تخص لا نزاهة الانتخابات دي ما تتكلمش فيها بجد. لأن الانتخابات دي مش معمولة عندي في البيت أو عندك في البيت دي معمولة على مرأة أو مسمع. أنا أعرف المعلومة دي يا كابتن سيد
ما ينفعش تشكك في انتخابات الشباب والرياضة. هيئة القضاء. لا والشباب والرياضة تحديدا. هيئة القضاء بتشرف على الانتخابات. ده القضاء ده موضوع تاني. ولكن يعني كوزارة الشباب والرياضة على مستوى الأندية أو مراكز الشباب ممنوع فيها التزوير. أيوة ما لسبب. أصلا النهاردة عضو جمعية عمومية فيها دكتور وفيها محامي فيها قاضي فيها مهندس. كلم فئات محترمة. أكيد فئات يعني ما تقبلش بالتزوير. فكرة يعني فكرة فئات ما تقبلش بالتزوير. أيوة طبعا أنا هظهر إزاي طبعا أنا داخل أدي اسمي بس برشح اسمي هنا. خلاص. وأنا برضو شايف ده تصريح خانوا فيه التعبير. خانوا طبعا التعبير طبعا يعني كابتن أحمد سليمان قيمة كبيرة ما ينفعش إن هو يدلي التصريح زي ده بصراحة. كابتن وليد سليمان قال تصريح انا مش عارف هما في ايه بجد بالتصريحات الغريبه اللي النجوم والقدوه لجماهير مصر اما بتطلع منهم تصريحات بالشكل ده ما هو ده اللي بيعمل التعصب وبيعمل الاحتقان. بيقول ايه بقى الكابتن وليد سليمان يا كابتن سيد؟ بيقول اطالب بانشاء ماده في التدريس اسمها النادي الاهلي كي يتعلم منها الناس مش عارف يتعلم ايه بالظبط. تعليقك ايه يا كابتن سيد؟ والله يعني عاوز يعمل مادة في التربية والتعليم في التربية والتعليم اسمها النادي الأهلي مخصص تصريح معانا اهو شايف انشاء مادة في طب انا عايز اعلم النادي الأهلي التاريخ او اعلم الناس التاريخ اللي عايز بيخش يقرا انت ايه رايك في على كده بقى نعمل زمالك منهج انت عارف المشكلة في ايه يا كابتن سيد احنا بنتكلم في اسماء كبيرة قوي وليد سليمان يعني ما انت قائد وكابتن ومنتخب مصر يعني طيب نروح لكابتن احمد شوبير وده أرضيا شخص مثير للجدل جدا ترشحي لرئاسة اتحاد الكرة مؤكد بنسبة 100% واستقريت على 70% من القائمة وتم وضع البرنامج الانتخابي لخوض الانتخابات هذا العام ما تعليقك؟ والله كابتن احمد شوبير دايما لازم يوميا كده يبقى في في جدل في حاجه عن كابتن احمد شوبير لازم يكون موجود كده في الساحه وعامل مشاكل ولازم نتكلم عنه ونقول يعني بس هو حد ناجح في مجاله هو احنا مش معترضين على النجاح بس طبعا. شكل النجاح عامل ازاي ما انجح ما فيش مشكله انك تنجح اسم كبير زيك انجح طب احنا خلاص ما عادش ورانا في الرياضه يا كابتن سيد هنطلع من الكابتن هنا بوريده نخش في الكابتن شوبير نطلع. دايره ما نطلعش وراها ليه يعني معلش الناس دي دخلت يعني الاتحاد قبل كده يا ريت في وجوه جديده يعني احنا محتاجين وجوه هو جديده هو انت حقك زي ما احنا قلنا كابتن احمد من شويه ان انت حق مشروع انت ترشح حقك ما هو بس انا ليا سابقه تمام وكنت في دوره قبل كده من الدورات ونتائجها موجوده قدام الناس كلها تمام. في نجاح ولا في ولا ما فيش نجاح ايوه ده مقياسك أيوة. انت عايز تاخد دورك ان انت تقود وان انت تبقى موجود في الاتحاد هتستنى الاعلام انا مش شايف ان في تناقض تام ما بين الاعلام طبعا ما هو ومجالك في الاعلام وشغلك في الاتحاد هو نفسه قال كده انا طبعا ما يعني قال لو الشغل هتستغنى الاتحاد عن كيانك الاعلامي كله هو عمل طفره في بصراحه الرياضي. انا شايف ان هو في كل مكان بيخشه بيعلي من مكان وهو بيعلى فعلا يعني بيعلي وبيعلى طيب انا دلوقتي راجل دلوقتي بقى اعلامي صح اكمل في المجال ده انا مش خصوصا ان انا عملت فيه علامه او علمت فيه مع الجمهور انا نفسي حد يجي من عقليات زي كابتن حازم امام كده طبعا حد جميل الكابتن حازم تخش كده بالفكر وتدوله مساحه وياخد مساحه كده من الوقت كده كابتن خالد لطيف حد جميل قوي وكابتن خالد لطيف الناس دي بصراحه كابتن يعني كابتن اسامه خليل في الاسماعيليه كابتن اسامه طبعا عالم العالم الاسماعيليه طبعا طيب وقتنا انتهى معاك يا كابتن سيد تحب تقول ايه لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك والله انا بسطت جدا بالحلقه والوقت عدى بسرعه جدا احب اقول لنادي الزمالك الجمهور بالذات خليك ورا النادي محدش يرجع او يتوانى تمام زي ما انتم مكملين نادي الزمالك ناديكوا حافظوا عليه ودافعوا عنه بقلبكوا لازم نهدى شويه لازم نهدى ولازم نمنع التعصب ولازم نبعد عن المشاحنات اللي بتحصل ما بيننا وبين اي جمهور تاني شكرا يا كابتن سيد شكرا حضرتك نورت برنامج الكره والجماهير ميرسي جدا حضرتك الى اللقاء اعزائي المشاهدين الاسبوع القادم ان شاء الله مع نجم جديد ان شاء الله الحد القادم 12 مساء والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته